داخلة منين؟ مدام سماح من الجيزة. أهلا وسهلا. حضرتك متابعة المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها، تحبي تنصحي عم سيد بإيه؟ والله يا أستاذ جميل أنا مش عايز أنصحه هو، أنا عايز أنصحك أنت، وياريت يبقى عندكم الشجاعة وما تقطعوش الخط عليا. أنا نجوى طليقتك يا أستاذ جميل، يا راجل القيم والمبادئ يا أبو وشين، عملت مرمط في الراجل وانت أسوأ منه بمراحل. انت راجل مزواج، وبالنسبة لك بنات الناس نزوات محللة، بتاخد يومينها وبعد ما بتاخد كفايتك بتسيبها وبتروح لغيرها. أنا متأسف، أنا مضطر أقطع الخط لأن دي واضح إنها مكالمة مغرضة. أنت أكيد يا سيد مسلط حد يعمل المكالمة دي عشان يشوه سمعتي. أساساً أنا ما اتجوزتش حد اسمه نجوى خالص. فاصل ونعود لمشكلة الليلة مرة أخرى. ده تهريج، فين البين مخرج؟ فين الزفت المعد؟ تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا. انتوا عايزين ايه؟ عايزين تهزقوني تمنمطوني قدام المشاهدين؟ عيب كده يا استاذ. عيب؟ انا اللي عيب برضه؟ بقى تدخن طليقتي على الهوا تقول الكلام اللي قالته ده قدام كل الملايين اللي بتسمعني وتقول لي عيب؟ عايز تفهمني انها صدفه؟ طب هي واحده اتصلت تعمل مداخله على الهوا، احلف على المصحف شتقول اسمها الحقيقي؟ بقول لك ايه، الكلام ده مش على جميل سالم، فاهمني؟ لو كان المقصود انك توقفوا البرنامج في 60,000 ده يا حبيبي، انا 1,000,000,000,000 محطه في العالم العربي كله تتمنى ان انا اكون على شاشتها. الكلام ده ما يجيش على جميل سالم، انا نبي ازرق، فاهم؟ ولو يا نجوى هانم كلي في نفسك، برضو مهما عملتي مش هعبرك، وبرضو هتجوز واحده تعرف تفهمني وتسعدني. وعايز اقول لك حاجه بقى، اوعي تفتكر ان الزنبليطه اللي انت عملتيها لي على الهوا دي تفرق معايا ابدا. هتاخد لها يومين ثلاثه كده والناس هتنسى وخلاص، وعلى السوشيال ميديا ينسوا. شكرا. بتسجلي لي يا حلوه؟ سجلي، بس لازم تعرفي ان دي فيها مساءله قانونيه توديكي في داهيه. ومع ذلك عايز اقول لك حاجه، لو انا لقيت اي تسجيل من اللي انت بتدعي انك انت بتسجليهم لي في اي حته، نهارك مش فايت يا نجوى، واهري في روحك مش هعبرك، واتفلقي وكلي في نفسك. داهيه. الو فالنتينو حبيبي، ازيك؟ اكيد طبعا شفت اللي حصل لي على الهوا. اللي شفته ده انت خليتني في نص هدومي يا راجل قدام مراتي، ايه اللي حصل ده؟ مش مهم، ما يهمكش ايه اللي حصل. بقول لك ايه، اوعى تنسى الخميس اللي بعد الجاي جرايه فالنتينو، ما انا قايل لك فرحي يا راجل. فرحك؟ ايوه فرحي. انت لسه فيك حته جوزه جميل. عيب يا فالنتينو، ده احنا عشرة عمر. صاحبك شديد طبعا حبيبي. مش في ناس غاوية جمع طابع بريد، وناس غاوية تجمع عفش كلاسيكي وعملات صعبة قديمة مثلا؟ أنا بقى غاوي أجمع الجميلات الحلوين، كل شوية كده ألاقي واحدة حلوة تعجبني أحبها أتجوزها، أدلع روحي وأجدد شبابي، مش مؤبد زيك. امسكوا عليا ايه وانا بعمل ايه غلط يا حبيبي؟ دي حياتي الخاصة، بحب بتجوز في الحلال، مفيش حاجة تعيبني يعني. المهم ما تنساش الفرح الخميس اللي بعد الجاي. عقبالك يا فالنتينو. ايه؟ تكلم مين؟ لا ده واحد صاحبي كان راكبه عفريت، كنت بقوله ازاي يصرفه. طيب انا هعمل